كثيرة لي. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولاليال إله سبحانه وتعالى أيها المكبرين إنه صدى خير كجره هو نوافتيه إن غير ربه أول كيسة ونكسان بجيستة كل دقمة إن إلهي نغير سيدا مكة عبد الساق شد عبد الشاق دي شاقي حضرة دعوان كير ومعاسيدا هي نباتة دا أي كل هذا هاي مكة قفكا يبرشد لا قفكي يبرشدي معسيد نباتة دا أي أي جيسين يسو أيين وحكت المامينا رنتي موضوع علي وموضوع آذو بيرويان أو آذو مهمة لو مسوكو بكرو محاضرة قولا يلو يلو محاضرة يصد حصانا لو مسوكو بكرو لكن وحيون بي نكسو قادنا هنا حوغي مركا مختطفا هذا أما حوغي بي نكسو دنبالان هنا دنوبتو وحي لها هاي راد آذي آذو فولحن oo macaan keda yari qaraar keda tirada badan leh oo aad uga badan yahay dhulku wuxuu la gilgishay oo samadu la madoobaatay oo xumaanti barrigi iyo badi ay uga soo ifbaxday kuwa dambiga sameynaya dulmiga ay falayaan dabarakadii baa tagtay khayraadkii baa yaraaday نلاشی به علودی و عریضی کشی و دل میگه معاصی دویان. حالا گی آبا دست کوی نه عودان. لکن آن ایگر نه این میشه لوگیم. فقر بالا گه عوانیا، عریضی بالا گه عوانیا، عذرها بالا گه عوانیا. لباتویم فامیلی یا مرکا برابر لام فامیلی بالا گه عوانیا. ريره باهشين لا صاحبه دي باهشين لا ذاتك يدولك وذيالي اي درسك يحيدك يطلق باها اي هشين واي او قلوبتو دي اسجيني او قعبه اسجلي او ديك اسجداني او اسبربري او اسلاي لو اران ما يمرك لما دارين سنة وحاني حقيا بيك يماتين أن هذا قل هو من عند أنفسكم يعني واوحى نفتي إنه عيسى مسيب عليه صحابة دي رسول صلى الله عليه وسلم مركي إلهين سيدنا لو تبيه سيد باتن نقول عادي إذا كا يا مركا قلب صليب عليه مركا مع سيدو رنتي وياهم بالضمبة لحدنا حركة هاي قوسطي حركة هي الدبر كبا وقوسطي دبر يسي تبا وقوسطي ملحن بين الله مريسا ملحن أيه إن الله مريسا أفضل سنة وحي قادي أن فردقي يمجتمعي لبدي بوي قادي حينوين بدن لطاهينا عذرين لطاهينا فغربين لطاهينا عدالة درين لطاهينا مركز مني ناوي دينين وحاني حقيا بي كيما دين إلهي سبحانه وتعالى وحيوه نقوها دون صدي ayaa laga tagay dabadeed sidaas baa markaa ay u dhacday raadka ay ku leedahay qofka kaliyi ama bini'aadanka ama qofka muslimka ay markuu macaasida la yimaado aad iyo aad buu badan tahay wax yar baynu markaa ka tilmaamayna waxa kamida arinta koobaad qofku wuxuu dareemayaa qalo iyo qalbi madoobaad qaladu waa maxay ilaahay subxaanahu wa ta'aala garabkiisu ka baxayaa ما هيستوهل حق إلهية
عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحيري إن للحسنة ضياء في الوجه وناقو حسنة وحي لا ذهي نور وجهه ونورا في القلب قلبك يا مركا نورة وسعة في الرزق إرساقة إلهي كوا سعية وقوة في البدن أود شريت با إلهي كسينيا وشركاب عكري كريا وحبضا أو مركا يعني مارتي خوارق ولا يابلي مركا يعني حسنات يا وناقلة ما دول ومحبة في قلوب الخلق إلهي خلقك أيوك شعلي سينيا يو دسكو أكو أمانا يوك شعلانيا ولسه وين لسه ياتي سوادا في الوجه وحمركا ان مثلا حمانت قفك مركو سمايو وجه مدوبات ظلمي وحا كسخيه مكتبه كسخيه وجهيسا وقفك ووجه مدويا وظلمه في القلب قلبي سوى مدويا ووهنا في البدن عاجز يتبردرا كدعيسا حب ما قبسن كرو عبادتي واكو ادغتهي ونقصا في الرزق إرساق ذا إلهي كل عرية وبغضة في قلوب الخلق خلق بن آدم كان إلهي عدو قليا وين عاندتك نعتو يا كل عدا لن نعوه ووحيا لها قفك وكرح ليهم معاصدة معاصدة ميل مفريسته ويصايف بحضا قفك دوشي سيكا مغطا أردت الله بعد تورث الدولة دولة بين حل سيسا ويعزك يا شرفت وحكمت ماتا داعى الهي ذلكنا معصيته كي ماتا من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إلهي سبحانه وتعالى قفك شرفتون يا شرفت إلهي بأسكالك عند تكدوني سواين إلهي نغطا إلهي داعى لي سمرك وين تكون ضلبتا إنه إلهي شرف يا كرامك سيو الله كو كرامي دادك كل نقلاده dadku ay ku ixtiraamaan abdullah ibn amr ibn aas radiyallahu anhu saxaabadi waa weynad kamid ah ayaa wuxuu ku wariyay rasuulka rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam waja'ala dhilla wasigara ala man khalafa amri hadis dheer buu aha ilaahay dhulliga iyo hoosaynta wuxuu ka yeelay cid amarkayga khilaafta buu nabi kaleey salaatu wasalaam wa hadiska markaa ahmed uu wariyayo imaam albani uu ku tilmaamay inuu sahih yahay حسن البصري رحمه الله تابعين كاملها وحاو مركا تلمامي قولوا مركا يعني دبات كل عذاب سب ما محي سببته وإن وحيلي إنهم وإن دقدقت بهم البغال وهملكت بهم البرادين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم يعني فردها صوفورين أو محياتي بقلها صوفورين أو يعني هيك الكودة قروح سرادو لكن مع سيدة دول لقيدة أي قلب قودة فاروق يبولي أبا الله إلا يدل من عساه إلا يوحي الديني قفكي عاسق أها مع سيدة كل احتري إنو دول لي يمو يانا وحكا لواديني عب سيدة وحكينا إسا دول لقا مريم قروح بدن ولي قاب الصوبر بابور قروح بدن مارسي أو يعني فارهات والسيارات قالية ولي قاب الصوفر يا عبد الله بن مبارك وحلا رأيت الذنوب تميت الغروب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة الغروب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها مع وحوي ذنوب وأرن آدي وسموي ذنوبت وصوي وحان أركيبي لأن قلب قد ليسو إن أي مركا يعني شوكتين حمانت الله شوكتين أي مركا دولي كينيسو وقفك دولي لحرسينيسو ذنوبت ولغتها قلب قد نوليسا نفت هذا إن العاسدو أياكو خير بدن وانا دقبلين ومياي دينت فساديين بغرد موياني إيو وذات حمي وذات حموه يسقو وحو هذه الشركة قلوية بغر كحن يعني مركا يعني عادل كاين مركا عوي يكو أسماء دين تفس هذه معاصرة يغفل ذي وحا مركا كاملة وحيالها مثلا كينيسة معاصرة
qalbigu inuu daboolmo qalbiga ayaa daboolmaya oo maantaba wacdi ku wad ya weligaaba waani qalbigiisu markaa ma digixanayo qofka sida xadiiskii nabigu tilmaamayay sallallahu calayhi wasallam in alcabda idaa akhdaa khadiica marka uu gef sameeyo addoonka nukita fii qalbihi naktatun sawdaa dhibic madow ayaa qalbigiisa ku dhigaysa faidaa huwa nasaca wastakfar wataaba saqula qalbuhu hadduu qofkii ka toobad keeno oo ka noqdo dembigii hadduu ka toobad keeno qalbigii saafi muu noqonayaa waa quraarad quraaraddii way safoobaysa wincaada siida fiiha xataa taclu qalba hadduu ku noqdo oo mar kale ku noqdo qalbigii waa sii daboolmaya waa sii madoobaanaya وهو الران الذي ذكر الله كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون آيات القرآن كأي الله سبحانه وتعالى ران كأو شيء يقول إلا ليه قلوب تأيو فولي وحوي وكاوي ودنوب تأسكر بحضي ميري بمد بركا كسر ريسو تأسبا مركا كينيس حيث كترميدي أورين أيو إمام الألباني وحديث حسن أيو كتل ماو مثلا وحي حجابي سا إله سبحانه وتعالى أي قلبك كحجابي سا الدنيا ذا ما أنت قيام ما رت إله الأرك ينا وكحجابي سا مركا وأرنا ذي أذوها لسويان قفك وحويه فيوتشر كيسي أردن ayaa mugdi gelaya waxyaalaha samayso macaasidu waxa ka mid ah tudhibul hayaa min alqalbi qalbigay ka saartaa xishoodka qofkii sharafta lahaa ee wanaagsanaa ee xishoonayay ayuu baad maalinta dambe arkaysaayo aan yaani maratay xaalkiisii isbedelay oo salaqweedhaamaya oo waxba ka xishoonay oo wax walba samaynaya war qofkii war maxaa ku dhacay waraayadana sabta waa maxay waa sun suntu waa maxay waa macaasidii caasidii sun bay noqotay yacni maa si xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ina mima adraka annaasa min kalaami nubuwati alulaa waxyaalaha laga soo gaadhay dadku ay soo gaadheen ambiyadii hore hadalkoodii idaa lam tastaxyi fasnac maa shiit haddii aanad xishoonaynin waxaad doonto samay qofku haddii xayada iyo xishoodku uu ka guuro wax waliba waa maaratay waa u fududiyey waruba qabiixatin maa xaala baynii wa bayna rukuubiha ila alxayaau bishaacirkii badanaa buu yidhi xumaan intayna kala dhex gashay aniga iyo xishoodkii fakaana huwa daa'u lahaa walaakin idaa dahaba alxayaau falaa dawaa'u yacni waa weeye waxa ay ahaatay cudur bay ahaatay laakiin dawa ma jirto haddii xishoodku tago xishoodkii baa tegay dawadii waa tagtay waa guurtay waxaa markaa ay noqonaysaa qofku haddii uu markaa macaasida daa'imo in xishoodku ka guuro xayadu ka guurto waayo alxayaau min alimaam xishoodku wuxuu ka mid yahay sida rasuulku ka soo arortay sal alla alay wasalam iimaanka iimaanka ayuu ka mid yahay macaasidu qofka way qiimo ridaa way qiimo ridaayo qiimihiisa ayaa hoos mara bini aadanka kale lamidka ee khayrkii ayuu hoos mara qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ilaahay qur-aan ku tilmaamay qofka wuxuu liibaanayaa markuu naftiisa dahiro xumaanta iyo macaasida ka dahiro liibaan buu helayaa wuu kor marayaa ka kalena waa hoosaynayaa dasigu waa maxay waxa weeye waa qof naftiisii sharafteedii ay baaba'day macaasidu qalbiga ayay tirtirtaa oo waxa weeye say u tiraysaa ra'san cala alcaqib bay xagga sare xagga maaragtay kale u bedeshaa oo wixii xaq ahaa baadil buu arkayaa baadilkiina xaq buu arkayaa macruufkii munkar buu arkayaa munkarkiina macruuf buu arkayaa taasoo kale ee xadiiskii xudayfe nebigu sallallahu calayhi wasalam uu yihi تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب
أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها يعني نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباطا كالكوس مخجية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه وحم منكر كأي وناقه حمام بوارك يا غفكي معاسي دي مركي كون بضطو يعني معروف كي وناقينا هو عليلي بيكون نغان حمام بواركي وين منكر كي يا حمانتي يا معاسي دينا وإلا وناق سنانيسا وناق بواركي وحا مركا كوي من ايا إني لابتي سعرير قادتو وحق أي كعرير قادتو فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام قفك إلهي خير لدونه لابتي سوء واسع يا إسلام لماذا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا عريري بو إلهي وقيا لا قف دون أي نبادي أيه سلام نمد عريري بين النقطة حارتا كان يصعد في السماء سي واحد سماء ذكر يوكله سماء ذكرتان كذا عريري بكنسة لب مارس يكدي بكنسة ساسو كروي كذلك يجعل الله يعني الرجس على الذين لا يؤمنون رجس يا حمانة يقول كوردن وحلاي دول صار يا كوي مركا إيمان دبا الله إيمانين معاصي لا أنك دور سنين raadka ay marka yeelato macaasidu walaalayaal waxa kamida in ilmiga oo ilaahay marka aanu ku fududaynin wa inal ilma nur yaqdifuhu allah fi alqalbi ilmigu waa wa nur wey qalbiga ilaahay galiyo macaasidu way baqtiinaysa si imaam shafi'i rahimahu allah imaam malik isagoo marka la jooga ayaa uu ku dul akhriyay deedna wuxuu arkay fahamkiisa ayuu aad u la yaab أركاسو يلي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية حان أركابو لما شافعيو شافعيو وحان أركا إن لهي النور قلبي لها كتوري لكن نورك هكو بختين وهكو ضمين معصية هكو ضمين معصية هكو ضمين ما هو شافعي مركا صدرك وحاليا أحاليا بوق بيتك سياس بويقي تري هل مربوط دينا أخري جري واحد تسيع حالتي سساس بيها حرمالتي دنبه أيان قبر مركا يعني كل عيده هوسي أدين كيدو قاون بان إيقابون دبادنا وان أخري صدح تشير بان أخري واحد فتي وايبون إذن أنا أردية يعني شيخ يقوم وكيع وكيع بانو شيخ وحي يقول عمات إنك يجي هل مر ساوي يجي شري يا حفتي شري ما تين حفتي واي صدق شري حفتي واي لأنه هذا شعر هو رمية شكوت إلى وكيع سوء حفدي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وحانو أشكتوا ذي وكيع حفتي حماذا يقول عذي ما أنت وحيو مركا يتي المامي معاصي لينا كتبه معاصي باكو هالشي waxaa samaysay dub ugu noqon xuyi waramay cilmigu inuu nuur yahay nuurka ilaahayna mid caasiyeena la siinayna wa taqullaaha wa eh wa yuallimukumullah ilaahay baynaa tilmaami subhaanahu ilaahay ka baqa hadaa ilaahay ka baqdaan ilaahay cilmi buu idin baraya aydaana qoolin amma tarad dubala fil misbahi idha safa ardaaka fi istisbahi miya darkeen buuri hadii in group ka marka uu safaysan yahay nuurkiisa inaad ku raaxaysanayso wayyaku bi wasakh muladakhan kasafa nuruhu lidalika dakha hadii laakiin uu wasakhaysan yahay indhaha ayaad marka kugu xanuunaya ya wahdar ala nur alladhi wahab wahibta wa intada nuran ilahi qa yani khibta waxa weeye marka macsidu dibaatadeedu ma yara waxa kale oo qofka ay ku sameeyneysa inuu heshado macsiidii buu heshanaya ka qaloon maayo way la wacan tahay ya oo waa maartay markay la wacnaato uu la soo banbaxaya miyaad arag dhalinyarada misra suuq maraysa qaar surwaalkii dabada ka dhacayo oo marka yaani maartay ogaan bay u sameeyeen waxay qaawinayaan awradoodi wareer maxaa surwaal kor u qaado maxaa kaasa hadda tiraado aniga badawnimada awl ma hadda bii kasoo gashay koodan ma imi kaad bii kasoo gashay koodan qaar aad ku dhacmoodo madaxyadooda
oo raama leh oo madaxii xaggan ka xiro maalintii dhoor leh sidii kuwii gaalada haysu ekeysiiyey oo foolxumada markuu halkaa marayo aad ka wasuusayso isaga maxaa la qurxoon sidaa uu yahay baa la qurxoon waxaan ka xaragoodaa waa nina ku xaragooda yaa marka waxa weeye macaasidii saas bay marka qofka wuu la soo babaxayaa way la wanaagsanaysaa way la fiicnaanaysaa cabdullaahi ibn mascuud radia allahu canhu wuxuu yihi ina almu'mina yaraa dunuubahu kaanahu qaacidun taxda jabalin yakhaafu an yaqac calayh qofka mu'minka ah hadduu dembi xataa ka dhaco inay buuri ku soo dumaysaabu u arkayaa وإن الفاجر يرى الذنوب كذباب مر على أنفه فقال بها هكذا ككلاد إمارة مجرم كأه وحي الدنب يمرك وقال الله تعالى سيد دخصي وإمارة سنكي سيصمر وسايس كيف حالا ما مرك أحوي أرن كاسو آذي أدبو هلسو يحي ومد مرك يقالو إن لصو بمبحضو حماتي لقى تشيلي ويدو أرن كاسو وارن آذي آذو هلسو يحي النبي صلى الله عليه وسلم حوت الماء كل أمتي معافا إلا المجاهرين إن الإلهي بل الآن كل عافين أو دافين بها أيام مركا إيمانيسا إلهي أمد هو عافية أو مارتي يعني أو دافا إلا من يعني مارتي المجاهرين هو الله صوبا بحمه يعني وإن من المجاهرة وحكم إذا لصوبا بحا وحكم إذا يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله qof baa xumaan sameynaya habeenkii ilaahay baa asturay ceebtiisii markaasuu subaxii odhanayaa hebelow waxaa iyo waxaa san sameeyey waqad baata yasturuhu rabbuhu rabbigii baa markaa uu waa baristay isagoo asturay wa yusbixu yakshifu sidra llaahi canhu markaasuu ilaahay asturkii uu asturay ayuu isagu faydayaa xaasidi waayo macaasidii baa waxba la ahayn wanaagun bay ula muuqataaba waabu ku faanayaa waabu ku faanaya waxaa masalan arrinkaasu yaani maaragtay wuxuu gaarsiinayaa inuu marka dambe ku faano marka waxa weeyada suna waa halis weyn waxay markaa beeraysaa macaasida midba mid bay fududaynaysaa midiba mid ayay wanaajinaysaa oo sii fududaynaysaa qofku yani maxa waxay yidhaahdaan masalan qol yar raxmaan waxay yidhaahaan halkii halkoo dil bay yidhaa halkoo yacni hal qof dil marka dambe adigaa boqol dilay marka hore haddaad wax disho marka dambe ka baxshaa baay weyn waa dhiiggii waa ku macaananay ya runtii waxa weeye waa cuqubo aad iyo aad u halisa weeye oo midiba mid inay fududayso salafku waxay odhan jireen min cuqubati sayya assayi'atu bacdaha ciqaabka ka dhalanaya xumaanta waxa weeye inaad ku dhacdo xumaantii aad samaysay mid kale ka dambaysa وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها يعني وناجا يوم يعني إحسان كانت سميسنا وحكر لنا يا مش كل وناجا كلا ينتكتب سميسو أيها كدر لنا يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كيو تلمامي حوية وأتبع سيئة الحسنة تمحها يعني حمانتي واحد كذب جيسا وناجا هاترترتو واترتريسا وخالق الناس بخلق حسن إن أدونك عاسقا ها وحو نغانيا مد ليتاب نغانيا قف ليتا حسن بس رحمه الله وحو لهان وعليه فعسو ويفضو ذا استنام سيلاه عاسيا ولو عسو عليه لعصمه إلهي هاتي مركا وينيان إلهي وإلالين لها حمانتك إلالين لها وكرامين لها ومن يهن الله فما له من مكرم وفك إلى هيد الله يهوصي وإهانينا عز كرامين سامجلت رسول صلى الله عليه وسلم وليه والناس الرجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله تسكوا لبن ولبن بر تقي كريم مد باريا سمفل بدن عبس بدن إلهي أكتيس مكا شرف كله إيو فاتر شقي أو خير لاوا إلهي أكتيس كل توي لوا لا مدون دورا دبو بس دحاد مكري ولا بدا سو فريق في الجنة وفريق في السعير وحوايين وقفكو اللي إيشو حمانتا أي كينيسا
الزيغ والضلال بعد الهدى انت وهنون سنة. وليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هذه مركه اي يعني نغته معاصي ان يكون معاناته او اي مديبه مثكو ديبته قلبك هو شيء وحو شيء محي حق حمانته هو شيء وناجي واتكيلتي حمانتي نواضو ويلتي الهي سبحانه وتعالى وحكو عقابه يا مركه إنه إلهي يعني ما رأيته أدين لوده أو إلهينا وكل إلهه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد ومؤمنين تهو يعني أفر إلهي كعب صدو إيغا واحد فر من سنة إنسان إلهي بري بري وي بري ومحي ومرك إلهي اللي سبت هذه ومرك أدقيريوته ومرك أدقبري قشو ومرك قيامه دعوه ومرك إلهي اللي قهر كيرو واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. ولا تكونوا هنغنين كالذين نسوا الله كو إله إلا هو فأنساهم أنفسهم نفتو ذو إلا وسيي مسلحة النفط هذا إلا هو سامرك الدنبوي يا مسلحة النفط هذا فأنساهم أنفسهم وامحي قفوا وحان مسلحة ذي يقولون بكشك يكشقين يا ما أنت بوحان دنتي سايم بكشقين يا دنيه سواها لو سيين ما قرن أيو دنت هذا كشقين ما قرن أيو وما فضل أن ندنتي ذاك الشقي يا أنساه النفس وامحي أنساه مصالحها وما ينشيها من عذابي هي عذابتك من نبت قرينا هي بحي مثل حد الدنيا ذي تأخرض وجرتي أيو قرب مريا وإلا عسلانيسا وحكود عيا مركا إلهي على ذيس يا إلهي هو عرون يا والله لا يحب كل كفار أظيم ذنبي بدني قال إني ما بدني إلهي ما جعله إياك والمعصية يا رسول صلى الله عليه وسلم وحلاد الدار المعاد بن الجبل كاقدق يا ذي معصية وإن المعصية حل سخط الله عز وجل وحي مركا يعني مارت كوكيسينيسا عرض إلهين كوكدكتو يا أعماش هذا بوريسا عمل كياد سميسي أي بوريا وحيالها مركا يعني أي كيني سويا إيمانك أي لغا قاضيا إيمانك لغا قادم مغشا لسكوها بارو ويقف مركز سنيسان أيو إحمانت الله إيمان أيو إيمانك والغا قادا ميال بالرقا هدو بالغا يابا إن مركا لغو سعليو سقود يا ضعيف وهو يعني مارتي أن ومركا نقصامي هيا لغو سعليني الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وانا قبو إلا يقبل وإن الله أمر المتقين بما أمر به المرسلين وحام بيض الأمر ربا مؤمنين تلامر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وناقص يعني عنا بالي وحيالا وناقص وعملوا صالحا عمل وناقص لك هذا إني بما تعملون عليم حسن يتسوانا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لا ترموا من الدين يا أيها الرسل كلوا كشيكي نين مركز سفرة أوتموها أي مركز بساسيسيهين كعما كلوا تاقي السمضة يا ربي يا ربي إلهي ببريا مدعمه حرام ومشربه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب لذلك وحا مركا أين أقوط وحارا وحو مركا يعني عبي وحارا حرام بلغو قديسي لبس كيسو وحارا سيبا لغا أقبريا حديث كمركا يعني إمام مسلم وحي جيسين ساقفك خاتمة الصو إلهي بأنه كما قال لي إن مركا يعني مارتي لوغو خاتمه عمل حن لوغو خاتمه وقفك وحي وشوكتي أيوبو مركا كل مريا من شب على شيء شاب عليه قفك وحي كبر بارو أيوبو الرسمي وانا الأركي واقع إن بضم بالأركي يا وانا الشهادة بالين أوب شع أوب شع مولي أسكري وحي وكور دي هاي هيا مركا لغا كرواي وين دعا ضيبا هنا أسكري يقول لي أشهادو أوب جع أوب جع بيكا قبحة وهي ميت كلا اللي نوار أشهادو وحي ولي أشنددي شنددي 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 شعوغي لعقا يوجسي شندد ميلبو أيو صورتي وار أشهادو أشنددي شنددي مكرا يا تسوي وعلسي أشنددي شنددي صدق شنددي مكرا يا قال يا جو مركه هيسيا وهيسي ترنيا
ayay kaga baxday naftu shahaada laga kari waayay waan heesaya ya laa ilaaha illallah muhammadur rasuul laa ilaaha illallah muhammadur rasuul hadu qof kulaha taas baa ilaahay ugu qatimay laa ilaaha illallah muhammadur rasuul ya qofkaas waa markaati wanaagsan baa u dhacay man qala laa ilaaha illallah يعني قفك لا إله إلا الله ولا يقول ختم آخر حياتي ما محي دخل الجنة جنة ذكر يا ابن النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحوية إله سبحانه وتعالى دعاء المؤمنين تودعينا وكقذنا يا الملائكة تدعى المؤمنين تودع يسوي وكقذنا يا حرمان باكل عيا قفك أي سجى فرد جعان كان مركو النقضي ساقط بالجاء مار سيرين يا وكملا ومن يتق الله يتعلم مخرجا بإلهي ويرسوخ من حيث لا يحتسب قفك مركا وحمارتي لقى أرساق يا ميران ومليسان قفك إلهي كابغا كي كلنا عريب لقى قلنية إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه إلهي وحب مركا كعرر يا قفك أرساق ذا ذنب يسمي يعودي رماز وحن كسوة الماني قفك مجتمعي كورا hay ku sameeyaa macaasid markay maalinta farabadato macaasidi ee meel walba ay ka dhacdo ee ummadii marka yaani wax munkarkii marka suuliyo la waayo ee ay ummadu daawato taa isaga way wada sameeyaa ummadii tumxihul barakaat barakada ay qaadaysaa macaasidi barakada ay qaadaysaa barakada diinta iyo dunyada boo qaadaysaa walaw anna ahlul qura aamanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بإلهي هذه تذكر مقالة دقاني إلهي إيمان لي مادان وقال لك عبس لي مادان بركة السماء يتعرض لذب وفر النبي إلهي أي شيء مركي بين لي مادان بينيا حقه إلهي وان قبل نبي الوحي أي سمعي ما نقول قبل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلهي تسالوا حينه قصوا قاتي مقالوا إهل كيدوا أي آمنيهين يأتيها رزقها رغدا أرساق دواي مركا واسع قطي ماضو من كل مكان ميل كسطا لنعك سوي كسوك ليسا بدي بري فكفرت بأنعم الله نعمة دي بيكابها الكدرتي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مركا سيلا يوحيو قلي هوقا قاتشدا يهوقا عبسدا بما كانوا يصنعون وحي فليين ووحا لقا سوق هذا باهدي قاتشدي يعني مارتي بغضنتي خوفك وحا لقا دقي dar la gashanayo kale hugoodi bay ilaahay u galiyay walay hadaa tinada gaalada baa loo naxmay nabiga tilmaami sallallahu alayhi wasallam iyagoo marka kufr iyo gaalima sameenaya idaa raayta allah yu'dhi al-'abda min ad-dunya ala ma'ashihi ma yuhibbu faynama huwa istidraj xul hadaa aragto adoonka oo ilaahay ma'aasiya oo hadana lumaalti loo naxmaynayo كل كل بلا ولو كاد كادينيا لأن آياتنا النبي وآخره صلى الله عليه وسلم ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مركي اللوانيي واندي أي كتغينا إلا وين بحي لقواني حقها أيان الباب هذا الدنيا دولة نفر لي الدنيا اللي أحبك من الدواية حتى إذا فرحوا بما أوتوا وحال سيئة نعمة مركي كفرحين كفرح كبرين أي بقوين أخذناهم بغتة كذي سامكو قبنا إبا إلهي فإذا هم مبلسون وابا يقو قوستيوي يقو قوستيوي بي مركا كدن بي قوست بي كدن بي حاكو بعيا ومدي وإن عقاب عامي سودكو علاد يعذر يوحلا مده مصيبة عاما إيمان إسا إلهي باتل معا فكلن أخذنا بذنبه قلو والبوحان كو قبنا الذنب قودي فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة قار قرور حبال وصلت والله قدر والله قوها لك ومنهم من أخذت الصيحة قار قيلة لقوها لك ومنهم من خصفنا به الأرض قار قلك للقوي ومنهم من أغرقنا قار والبدي بالقدر ويبدو عيدا الله ما المدو إذ واتي دعي سيئ ومضر لن لقوها لك بطر بدي اسكفر دي باسوك عيسى مضر لن بيها وما كان الله ليظلمه إلا يميد المي مي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها أيها مركا نفتو ذا دلمي نخلتي وحوية أرهم هاسو وأرهم إنبا أنه واقع أكو أرقني إلهي نينو قور رمي
ummada dhan oo markaa la dabar gooyay nabi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn umar radiyallahu anhu wuxuu noo soo qaabilay markaas uu yaa macsharal muhaajirin khamsun idabtulit bihinna shan arimood markaa la idinku saxaamo waad billahi inta durkoona ilaahay baan idin ka magan galaya ina soo gaadhaane lam tudhiril faahish fool xumada iyo sinadu hadii ay soo bambaxdo soo fi qawmin qolo hatta yu'lanu biha ila ay yaani ma talhishun wayan oo la soo bambaxaan fasha fihim daa'un daa'un ba ilaahay ku salida walaw jaa allati lam takun madat fi aslafihim alladina madu odayaashoodi hore cuduraan ay qoon ba ilaahay ku salaa cuduro waa wax maanta dhacay weey ah kofur 19 beenu naqaan ma karoonaynu naqaan ya meenaan qoo kuwa kala soo baxay hadda oo jeena ka soo baxay isagana leeyahay doofaarka laga qaadaya oo kii hore siduu faafayay si ka daran buu faafayay ya wa ciqaabun ba'da al-ciqaab thumma walam yanqus al-mikyal wal-mizan waxa wax lagu miisay waxa wax lagu maartay beego lagu miisaamo ayay nuqsaaminayaan ilaa u xidhu bisaniin xaalay ku salidaya abaaro shiddatil muura lagu salidaya masarifta ayaa ilaahay ku cidhiidhiyaya jawru sultaan alayhi boqor jaayiraha cadaalad darro ku xukuma baa lagu salidaya dadku caada waxay ka dhigteen inay madaxda caayaan oo ay maagaan xadu maag waa amalkaagii amalkaaga mid ka wanaagsan baa lagu siinayaa ilaa madax wanaagsan si amalkaagu una xumaado miyay isqabanaysa ha marka keen adigu dhanka kale keen waxaas wax ka soconaya ma waxa marka dhacaysa wala miy qudu caada allah wa caada rasuuli ilaahi subxaanahu wa ta'ala ma yahaanayaan waxa uu xadiisku tilmaamayaa misalan walam yamnacu sakata amwaalihim sakadii bay bixin waayeen ilaa manacu lqidra min asamaa roobkii baa yaraanaya wax yar baa da-aya walowla lbahaim lam yumdiru intaa yar haddii aanay mayadhaan ku jireen lama siiyeen xoolaha baahimta walam yanquduu cahd allahi wa cahda rasuuli ilaahay ballantiisa iyo ballanta rasuulka ka baxayaan ilaa salada allahu calayhim ilahay muxuu ku salidayaa caduwan min kayri cadow aan iyaga ahayn cadow kalaa ilahay ku salidaya gaalaa ilahay ku salidaya faakhaduu bacda maa fii aydiihim xoolahooday guranayaan macdantooday la baxayaan yaa iyagay isku dirayaan karaamo been odhan waman lam takun aimatuhum yani waman lam taxkum aimatuhum bikitaabi illah wayatakhayaru mima ansala allah laa jacala allahu baasahum baynahum aimadooda kuwa xukumaya madaxda u ah haddii ay markaa ka jeestaan kitaabka ilaahay oo ay waxba ku xukumi waayaan oo dasaatiir bini aadan ay soo qaataan ilaahay iyagu isku jeediyaan baasahum baynahum dhibaatadua xagay ka taagan tahay iyagaa laysu salidaya qoloqolaa laysu laynayaa koox koox baa laysu laynayaa yacni laysu nacayaa waa midiba midbay nacdalaysaa qoloba qolay nacdalaysaa qoloba qolay la dagaalamaysaa waa sidayna haysata wey ah markaynu degan tahay sakaarada sideediiya baynu noqonayo sakaaradu waxaa la yidhay markay habeenkii joogto ayata ilaa u magantaa baa nahay ay carigii oo dhan baa soo madoobaaday taal badanna ma hayso yaa deedna waxay tidhahda baa lahay ilaahu magantaa baa nahay subaxii markay waagu baryana way orod xoogay orada isku ogtahayo ilaahu iska raalli ahu magantaa ka baxay magantaa uma jeedi ma sidii oo kale inagu nahay baad moodaayo markaynu degan nahay ilaahow haddaad noo hiiliso ilaahow kitaabka ilaahay baanu isku xukumaynaa halkaasaa la marinaya hadhow baa loo dhiibayaa khalaas halkii horaa laga miisaya ilaahayna wain cudtum cudnaa wayadi cimraan ibnu xuseen radi allahu canhu ana rasuulullahi sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku fi haadihi lummati khasfun wa maskhun wa qadfun ummadan waxaa ku dhacaysaa khasbi baa ku dhacaya waa in dhulka lala gooyo dhulgarir lagu sallido waa maskhun in la dooriyo ilaahay ku doori ma maqasha alla ku doori waa taasoo kale weyn waxaa culimmadu yidhaha ahlu cilmigu yidhahaan dadka waa la dooriyaa doofaar iyo daayar baa laga dhigaa qaarkood waxay yidhi maayaane caqligoodaa la dooriyaa sawirku waa iyagii laakiin caqliga doofaarka iyo daayeerka iyo waxaasa yeelanaya doofaar iyo daayeer muxuu garan doonaa waxba kala garan maayaan dantooda ma fahmayaan wixii u wanaagsan ma garanayaan wa qadfun qadfi baa lagu sallidayaa qadfun bilaxjaar qadfun biqaraabil qadfun daayiraad qad waxbaa ilaahay ku sallidayaa cuquubaad waxaa ka mid a diyaaradaha lagu halaagayo madaaficdaa lala dhacayo balaayadaasoo dhan baa dee markaa dabeedna waa yaabeen saxaabadii waxay yaa rasuulallaahi wamataa dalika
ورسول كلا وحص قوار ما دعيا بلا إذا أسيا إنكاراض قوار ما دعيا نبي وحولي إذا دهرت القينات والمعزف وشربت الخمور وحد دعيا أو على ماذا إذا دهرت القينات مركا أي هو بلد صبحان هبلا هو بلدها مركا صبحان وما أنت مركا وحص قرار مركا كنوري قوم الشعيب سيوحي هلاقي محسبة هاي فرعون يقوم كيسي وحا بدل لوغو هلاقي محسبة هاي قارون يا حوله سي وحا لوركا لوغوي محسبة هاي وحا مركا نوح كدن بي ومدي كدن بي وحا لوغو هلاقي معاسبة هاي يا مركا وحا وي معاسدو وحا كمتا هاي حيالها وحا لاغو ويا وحيالها مثلا كينتو وحا كمتا ومضوا إلى شبته على الوضع مكأت كاذب نعذب الكاذب إلى سبحانه وتعالى نصرك يقوش حوك حري محي ولا ينصرن الله من ينصره إلى وحوه ليعده ويبس عيد دينتي سكر قادة إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم كوان رلك مكان رول ابن في الأرض أقام الصلاة صلاة كوهيا وآتوا الزكاة زكاة بحنيا أما وأمروا بالمعروف وناجي ومد فريا ونهوا عن المنكر منكر كي حمانتي الريبيا ولله عقبة الأمور أنت هذي السميان با إله سبحانه وتعالى أوهي لنا يا نسل قيسة وصينيا وأطيعوا الله وأطيعوا ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريح لا يمعوا لا إله رسول قيسة أطيع همور منا حاكم دعي وفشل ميسان أودين وبابا إيسان ragasi xabadi weydiiso waxay leeyahay mal mustarihu wal mustarahu minhu rasuulki ilaayo ka raaxaystay iyo ka laga raaxaystay maxay yihiin xubin nabi kalee salaatu wasalaam al abdul mu'minu yastarihu min nasabi dunya adonka mu'minka ay wuxuu ka raaxaysanaya tacabki iyo dhibaatada dunida wal abdul fajir adonki fajirka ay dibilaa macaasida badna yastarihu minhu al bilad ibadu wal bilad وشجر والدواب حكى راحسنا يا أضمن إلهي وطنك أردن باك راحسنا يا درست يحوله يا كراحسنا درست يحوله باك راحسنا يا ولا كرئيسي اللهم رئيست اللهم رئيست لا كرئيستي ويا مركا عوي وما عسنا ومضى وحي مركا جيسيسا إنا يسخلافته إنا يبربرته إنا يسليسه الاختلاف والتمسك فنصوا حظا مما ذكروا به فأمرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلى يوحل يوحل وان يبي إلا وين وحن نحن عداوة يعرض إلى قيامة نبي صلى الله عليه وسلم الله بن عمر حديث كورينا يا إمام أحمد صحح الألباني حاول والذي نفس محمد بيدي ما تواد سناني ففرق بينهما إلا بالدم يحدثه أحدهما إلهي بان كل دار تقول نبي محمد قانسيس أي كوجر تنفتي سه لو استعلي ما شرتو كلا تجي كلا عراضي إلا هو دبي متكوت سميوي وام دبي هو متكوت سمي وماذا ذنوب تا مركع عادي ستي نحن كذا قتاي إلهي ما ظهره وعقاب كذا أي كم تينان إلهي أنا ظهرين جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا يمادين نيمكي شروداي اي بدا غالاي اي شروداي مركي سو نوقدين ايا داليردي و خو كويلي الا تحدثون بعاجل ما رايتم بارض الحبش ايذان ايغا ورمين خيالي لياب كلها اي ادولكي حبشيده كسو اركتين ايذان نيما داليرا و خين ها رسول كيلا ون كاغا ورمينا انغو مالين مالمها كاميدا ميل فدينا مرت بنا عجوز من عجائز الروبانية حان صومري إسلام وينو وذاتدو ذكامدا تحمل على رأسها قلة وحي مركا كسيدة مضحة أشون أشون كان بيها لغوقاته أي كسيدة إذا وضع الله الكرسية إلهي مركو كرسي صادقه أو كانه أو يعني مارتي إلهي خلقي سوك الحكومي جمع الأولين والآخرين كوي وريا كوي دمبا وصوك البيو وتكلمت الأيدي والأرجل قعمها يلقاها لقاها ضيو بما كانوا يكسبون وحي سمينيين
فسوف تعالى مركز سيد وقال أنت كيف أمري وأمرك عند عند عنده قدر أري كي يكابو سوق الرفال الدوانو وقت قاسب هذا قاد دوتا صلى الله عليه وسلم رسولكم مركب أرنتا مغلي حولي صدقت صدقت الله يرحمه الشيخ سي كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ للضعيف من شديد سيديبا مركا يعني مرتي إلهي وشرفيا وكرامينيا ونظيفينيا أمت أن كودي تبرت الدرها كودي حقها لو قبنينين كودي حق الرد وذي كودي مركا يعني مرتي حق لها لو قبنينين وانا عدى لدي بحولين سيديبا إلهي وكرامينيا وشرفيا وقدسيا يا مرد عيسوي مركا وحوية أمت وحي كدن بيسا إلا وايو oo ay baabado macaasi aawadeen waxa laga yaaba ummadii inay jirto inay nooshahay afraadeedii ay taagan tahay laakiin karaamadeedii iyo sharafteedii iyo marka dhaqankeedii intuba ay baabado macaasida hadii aan laga tagin xiyaalaysi ayaa imanaya waxa noqonaysa ummad marka ay aan maratay maqara jooga madan ka tashani waa ayaheeda ummadan garani wanaageeda ummadan yaani xishoodka iyo xayadu qiimo la yeelanin waayo faa'iidada ay leedahay macaasidu iska daaya waa taalifkeeda wey qof sharaf buu yeelanaya cirdigiisa iyo karaamadiisa uu ilaalinaya khalqiga ayaa jecelanaya qalbigiisa ayaa marka xoogaysanaya naftiisa ayaa hagaagaysa qalbigiisa ayaa hagaagaysa laabtiisa ayaa ilaahay xaq u furaya risqiga ayaa loo wasicinaya يعني مرتي حلاوته هي مركا معانك داعد وايلهداي ايا و ردمينيا نين مرتي صحفيا با و خي وخه كنت غدي حرمك مدينه مساجد النبي عليه الصلاه والسلام صار مركي تراويح دي صلاه وان ان تكنني ايا نين اوديا و ييلو دا يو ما دقاقه يا نكاس عباد تاغي هي صلاه دي ولا دمهستي وحان سوينا صلاه دي دمه صلاه الليل isagu salaad kale ayuu iska bakala illa salaatul layl fi lagaaray uu taagnaabo wuxuu tiin wana la tukade ha wuxuu ka dhigay marka habeenkii oo dhan inuu soo jeedo cibaado u taagna ninka daadiisa yatabar yaan maartay tabar laanta ka muuqata ya hadana awooda ilaahay si yaba la yaab waan u yeeray waxaan ku yeeray sidee baa wuxuu dhaceen intaas baa taagnay anaguna maana samayn karin wuxuu yiri waxay kaalmeeyay wuxuu weligay ilaahay macaasi weligay ilaahay macaasi taas baa ilaahay tabarbus awood busi ilaahay wuxuu siinaya aqligiisu inuu siyaado fahmadiisu iyo iimaankiisu iyo garashadiisu iyo macrifadiisu iyo xikmadiisu ilaahay siyaadiyo laakiin ki caasiga waxa dhacaya xikmad ma laha garasho ma laha yaani qof yaani wax ka daadanaya wey kaan walaalayaal ee runtii mowduucani waa mowduuc marka balaaran xaqiisana marka aanan marin in Ilaahay subhanahu wa ta'ala yan kabarina inuu marka in Ilaahay ina daweeyo oo marka qulubteena daweeyo oo jirkeena daweeyo umadeena daweeyo eelkeena daweeyo macaasida marka uu ina nabcaysiyo oo marka macaasida aynu markaas ka xishoono Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu إلهي بنو كبرينا إله يعني ما رتي حقنا قرسي أو مركا معاصدة يعني ما رتي إله سبحانه وتعالى يعني ما رتي أن بعيسي لو محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان جعلنا من الراشدين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصحبه